لكم مشاهدينا الكرام في كل مكان مشهد جديد يفرض نفسه في هذه الحلقة من تطورات الأحداث على الساحة. اليوم عقدت الجامعة العربية اجتماعا طارئا على مستوى مجلس الجامعة وبمشاركة وزراء الخارجية العرب لبحث التطورات الأخيرة المتعلقة بتوغل القوات التركية في الأراضي العراقية خاصة في مدينة الموصل، وهو الأمر الذي اعتبرته بغداد انتهاكا لسيادتها، وطلبت تركيا بسحب قواتها وهددت بتقديم شكوى إلى مجلس الأمن، وأيضا أثار ذلك توترا في العلاقة بين أنقرة وبغداد. من جانبها اعتبرت تركيا أن توغلها في الأراضي العراقية يأتي في إطار محاربتها للإرهاب ولتقديم الدعم للعراق من خلال تدريب قواته على محاربة تنظيم داعش. اجتماع جماعة الدول العربية اليوم لم يخرج ببيان حتى الآن، لأن الاجتماع ما زال منعقد، غير أن أمين عام جماعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي اعتبر أن تدخل القوات التركية في العراق يعد انتهاك واضح بنصوص القوانين الدولية وسيادة بغداد على أراضيها، وطلب أنقرة بسحب قواتها من شمال العراق. كل هذا الموضوع نناقشه في هذه الحلقة من المشهد، ودعوني أعرف ضيفي في هذه الحلقة. أولا السفير سيد أبو زيد مساعد وزير الخارجية للشؤون العربية سابقا، تحياتي يا فندم. أهلا وسهلا. يعني نتابع مزيدا من التفاصيل أولا حول هذا الموضوع، بعد نبدأ حوارنا ونقاشنا مع ضيفنا في هذه الحلقة. عقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الاجتماع غير العادي لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب برئاسة وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش، الذي ترأس بلاده الدورة الحالية لمجلس الجامعة العربية، وبحضور الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي، كما رأس وفد مصر في الاجتماع وزير الخارجية سامح شكري. وناقش الاجتماع الذي عقد بناء على طلب العراق التدخل العسكري التركي إلى عمق الأراضي العراقية، وتحديدا في محافظة الموصل، دون طلب أو إذن من السلطات في بغداد. وقد أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع أن أي اعتداء على سيادة أي دولة عربية يعد انتهاكا لكافة الدول العربية، مما يستلزم اتخاذ قرارات فورية للصيانة الأمنية للدول الأعضاء. ومن جانبه قال وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع إن بلاده تحترم دول الجوار، ولكنها تستطيع الدفاع عن سيادة العراق. بدوره أكد وزير الخارجية سامح شكري خلال الاجتماع موقف مصر المطالب بسحب القوات التركية من العراق دون قيد أو شرط، كما طلب شكري حكومة أنقرة بالتنسيق مع الحكومة العراقية في جهودها لمكافحة الإرهاب. ويطالب العراق بإدانة عربية قوية للتدخل التركي وسحبه وضمان عدم تكراره، حيث شددت الحكومة العراقية على أن سيادة أراضيها خط أحمر ولا يمكن قبول مساس بها من جانب تركيا، كما أكدت أنها ستواصل تحركاتها على المستوى العربي والدولي لوقف هذه الانتهاكات التركية. وكان نشر تركيا لقوات لها خلال الشهر الحالي في قاعدة بشمال العراق قد دفع حكومة بغداد إلى اتهامها بانتهاك سيادتها على أراضيها. من جانبها ذكرت الحكومة التركية أنها نشرت تلك القوات لتدريب قوات للبشمركة الكردية تقوم بمحاربة مسلحي تنظيم داعش الإرهابي. أهلا بكم من جديد، وبنقاش وتحليل مع ضيفنا السفير سيد أبو زيد مساعد وزير الخارجية للشؤون العربية سابقا. يعني ونحن نتحدث الآن بيجرى الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب في مقر الجامعة العربية بالقاهرة لبحث هذا الأمر، لكن هل بتعتقد أن هذا الأمر يعني يحتاج فقط إلى اجتماع وشجب وإدانة كما هو معتاد من الاجتماعات السابقة لجامعة الدول العربية، ولن يخرج بأي ورقة ضغط على تركيا لسحب قواتها؟ هو طبعا لكل حادث حديث. موضوع دخول
قوات تركية. نعم. وبالمناسبة هي عددها بين 120 ل 150 جندي أو ضابط، ومعاهم من 20 ل 25 دبابة، وتوغلوا جوه الأراضي العراقية في أقصى شمال محافظة الموصل، ودخلوا في معسكر اسمه بعشيقة على الحدود هناك. نعم. موجودين فيه، وواضح أن هم زي ما قال جماعة الأتراك أن هم بيدربوا بعض أفراد البشمرجة الأكراد اللي هم المسلحين الأكراد على الحرب والقتال، لأن المنطقة دي فيها التباس كبير جدا بين احتلال داعش للموصل وبين وجود الأكراد في منطقة شمال الموصل، طبعا داخلين بعد كده على أربيل والسليمانية وكركوك. نعم. وبين وجود حزب العمال الكردستاني اللي هو المعارضة ضد تركيا. يعني دول من الأكراد اللي موجودين في تركيا، لأن الأكراد زي ما أنت طبعا عارف منتشرين في 4 دول: العراق، إيران، تركيا، سوريا. فحزب العمال الكردستاني ده بيسموه يعني اختصارا البي كي كي، بيسموه كده أو الاسم المعروف عنه بي كي كي، أنه بيعمل عمليات ضد الأتراك والحاجات دي. فده طبعا من همومهم الشديدة جدا أن هم يطاردوا الحزب ده. والأسبوع اللي فات بس قتلين يمكن 70 واحد من المقاتلين بتاع حزب البي كي كي. مسألة الوجود التركي العسكري في عند الحدود مع العراق دي الحقيقة مسألة متكررة، بس اتكررت بموافقة من الطرفين. حتى أيام صدام حسين كان بيسمح للقوات التركية إنها تعمل مطاردة ساخنة للجماعة بتوع البي كي كي جوه الأراضي العراقية، وكان مديهم مجال 10 كيلومتر إن هم يتحركوا فيه. لكن المسألة كان بتتم بالموافقة بين الحكومتين، العراق كانت موافقة على هذا الكلام. هذه المرة دخل عاملين عشان يثيروا هذه الأزمة، أو خليها 3. العامل الأول إن القوات التركية دخلت بدون إذن العراق، ودي نقطة الأساس. يعني العراق حاسس بنوع من المهانة إن دولة مجاورة بتدخل كده بدون اتفاق. طبعا أردوغان كان عامل تصريح بيقول يعني الجماعة العراقيين نسيوا، لأن بتفق معهم على كده، وبغداد نفت موافقتها. بغداد نفت هذا الكلام تماما على لسان وزير خارجية، وهددت بتقديم شكوى إلى مجلس الأمن. مجلس الأمن وعرض الموضوع على الجماعة العربية. طيب، فيما يتعلق بالاستناد إلى مجلس الأمن، يعني هل بتتوقع أنه سيتم تصعيد الأمر إلى المستوى الدولي، أم أنه سيتم حله بشكل ما بعيدا عن مجلس الأمن، خصوصا أن تركيا بتحظى بدعم الولايات المتحدة وأيضا هي عضو في حلف الناتو، بس يهمها الأمر في العراق أيضا. يعني زي ما أنا قلت في البداية لكل حدث حديث، يعني الخطوة الأولانية اللي عملتها العراق أنها أعلنت من جانبها كدولة أنها بترفض هذا الكلام، وطالبت الأتراك بأن هم ينسحبوا، حتى قامت مظاهرات في بغداد ضد الوجود التركي على الأراضي العراقية، اللي اعتبر نوع من الانتهاك للتراب العراقي والسيادة العراقية. نعم. الدرجة الثانية أو يعني أو الخطوة الثانية اللي عملتها العراق إن هي قدمت طلب بعقد اجتماع طارئ في جامعة الدول العربية، أو طارئ في جامعة الدول العربية لمناقشة الموضوع واتخاذ موقف عربي موحد. وهي كده العراق الحقيقة ماشية يعني طلع السلم الطبيعي. طيب، لمثل هذه يعني لو كلمنا عن خطوة عقد الاجتماع، بنجد من الأخبار بتتحدث نقلا عن مصدر دبلوماسي رفيع أن هناك دولة خليجية لها علاقة وثيقة بأنقرة قامت بالاتصال بأعضاء مجلس جامعة الدول العربية وطلبت منهم تأجيل عقد هذا الاجتماع. نعم.
على أساس أن تركيا قامت بسحب بعض من قواتها إلى قاعدة أخرى في كردستان. إعادة انتشار. تفسير أو تبرير هذا التصرف من جانب هذه الدولة الخليجية من وجهة نظرك إيه؟ يعني هم طبعا يعني ما بيدخلوش يقولوا أن احنا أصدقاء الأتراك وبالتالي يأجلوا، لكن طبعا بتتقال والله خلينا احنا نعمل مساعي يمكن ننجح بين الطرفين لحل الأزمة، وأن بالتالي يعني ما فيش داعي لهذا التصعيد. وطبعا الدولة دي بالقطع احنا كلنا في ذهننا موجودة، يعني مش حاجة يعني بعيدة عن الذهن. لكن it so happened بأن الاجتماع عقد خلاص، يعني المسعى بتاع الدولة الخليجية دي فشل. لكن طيب الاجتماع عقد، كل توقعات أو معظم توقعات المحللين بتقول إن هذا الاجتماع عقد حفظا لماء الوجه وصيانة للكرامة العربية، لكن أي بيانات إدانة وشجب وتهديد لتركيا لن تؤثر في الجانب التركي، باعتبار أن تركيا الآن بتعلم أن هناك انقسام عربي في المنطقة، هناك حالة ضعف عربي، عدم توحد، أيضا هي بتعرف أن قرارات الجماعة العربية غير ملزمة لها على الإطلاق. إذن يعني سيناريو هذا الاجتماع في النهاية برأي حضرتك يعني أنا رأيي طبعا يعني اللي هم بيحاولوا يشككوا في أن الجامعة دي مجرد بتطلع بيانات إدانة وشجب وكلام يعني ما بيبقاش له فعالية في الواقع، أنا بقول لا. ليه بقى؟ لأنه في النهاية مطلوب الدولة المتضررة أن تجد سندا من أشقائها، بحيث في الحسابات الدولية ما بتيجي تحسبها بتقول إن المنطقة العربية واقفة مع العراق في هذا الموضوع. طبعا لو ما تحلتش المسألة بالتدخل العربي إذن إحنا حننتقل إلى جهات أخرى، منها إن العراق قالت إن هتبعت لبقية التجمعات الدولية تخطرها بهذا الهجوم عليها أو التدخل في أراضيها، ويبقى أيضا في مجلس الأمن ممكن عرض الموضوع على مجلس الأمن. هنا بيبان بقى فائدة أنك أنت الأول بتحظى بموافقة المجموعة بتاعتك قبل ما تروح لوحدك هناك. طيب هل يمكن الاستفادة من وجود أطراف عربية لها علاقة قوية بالجانب التركي؟ يعني قطر بتأكيد علاقتها جيدة بأنقرة، أيضا السعودية بتحظى بعلاقات ممتازة مع تركيا. كيف يمكن الاستفادة إذن من هذه العلاقات لدعم العراق في هذه الأزمة؟ الأمر مفتوح إن هم يعملوا مساعي إذا استطاعوا إن هم يقنعوا الرئيس التركي بأن يتراجع يبقى خير، لكن أنا الكلام اللي أنا سامعه لا، يعني مثلا المطالبة بأنه بحث موضوع الوجود الإيراني في العراق متوازيا مع الوجود التركي. طيب يعني الوجود الإيراني موجود بالقطع بموافقة من الحكومة العراقية، وبالتالي يعني ليس لأحد الحق أنه هو يطالب الحكومة العراقية ده تدخل في سيادتها بقى وقراراتها، أن يقول لها الناس كما أنت عايز الأتراك ينسحبوا، طب خلي الإيرانيين ينسحبوا. طبعا الأمور هنا مختلفة، يعني ما تقدرش بنفس المقياس تعامل الطرفين. تركيا موجودة لأغراض خاصة بيها اللي هي الهوت بيرسويت اللي هو المطاردة الساخنة للمقاتلين من جماعة البي كي كي، وأيضا إن هي بتدعي إنها بتحارب داعش في الوقت اللي يعني أصبح تقريبا من المعروف إن الممر الآمن بتاع داعش من الخارج لكل عناصر داعش بيأتي عن طريق تركيا. ده اللي احنا متأكدين منه، لكن اللي احتمال كبير إن هي بتدي أيضا الجماعة بتوع داعش بتديهم
يعني سواء إذا كان معلومات أسلحة. استخباراتية وأسلحة وكل هذه المسائل. يعني هذه الخطوة وهي سيطرة قوات تركية على مدينة الموصل وتدريب قوات لمواجهة أو توغلها في المدينة، يعني توغلها لا في المحافظة، في المحافظة المدينة نعم. فيها داعش نعم وقيام بتدريب قوات عراقية لمواجهة داعش، لن تثير توتر ما بين داعش وتركيا على اعتبار أن الأمر ظاهريا بتضرب أكراد. وحتى مسعود البغزاني كان يعني كان له اجتماع امبارح مع الجانب التركي، لأنه في نوع من يعني رغم أن يجب أن يكون هناك خلاف شديد جدا بين الأكراد في العراق وبين تركيا. ليه؟ لأن الأتراك ضد أن تنشأ دولة كردية نعم. في المنطقة، وتخشى من أن يكون الأكراد بتوع العراق بيساعدوا الحركة المتمردة اللي عندهم اللي هي بتستهدف أن الأكراد في تركيا ياخدوا حقوقهم. يعني أنا بقول يعني يجب أن يكون هناك خلاف، لكن في الواقع أن الأكراد بأسلوبهم الناعم ومحاولة أن هم ما يفتحوش جبهات كتيرة عليهم هم مش قدها، عاملين علاقات معقولة مع تمام. تركيا تسمح لهم أن هم يتكلموا عنهم، وتسمح لهم أن القوات العسكرية التركية اللي داخلة دي بتدرب أفراد من العسكريين الأكراد اللي هو اسمهم البيشمرجة في معسكر بعشيقة، بدعوة أن ده يعني هيستخدموا ضد داعش أو يدي قوة للأكراد أن هم يقفوا قدام داعش. تمام نعم. طيب بعض المحللين قالوا أن تدخل التركي في العراق نعم. بيأتي زي ما حضرتك قلت لمنع إقامة دولة كردية نعم. تضم أكراد العراق وتركيا نعم. وسوريا نعم. نعم. البعض الآخر قال أنه خطوة استباقية نعم. على أساس أن تركيا تضع لها قدم في العراق وقدم نعم. في سوريا لاستباق أي تدخل عسكري من جانب إيران وروسيا في العراق لا. ضد داعش لا. تفسير حضرتك إيه لهذه الجزء؟ والله يعني 120 ولا 150 جندي دول ناس جايين يضربوا تمام. والعمليات استخباراتية وعمليات اتصال بالأطراف المختلفة اللي موجودة، يعني ليست قوة تستطيع أنها تواجه الـ القوات الإيرانية أو القوات الروسية لا. لكن هو في الواقع يعني كل هذه المشاكل بدأت تبان إمتى؟ أما الروس دخلوا في هذه المنطقة، فبدأت يبان مشاكل لدرجة أن منظمة العفو الدولية امبارح مطلع بيان بأن الروس بيقتلوا مدنيين وبيعملوا فيوليشن لحقوق الإنسان، وكلام الحقيقة يعني واضح أنه ان ده دليل على عدم رضا من بعض الاطراف عن الوجود الروسي نعم. في سوريا. طيب احنا معانا الاستاذ رعد كريم المحلل السياسي من العراق، تحياتي استاذ رعد. استاذ رعد نعم اسمعك نعم. تفضل. يعني العراق كانت قد رحبت باعلان تركيا انها ستسحب قواتها من إحدى القواعد في شمال البلاد، لكن الأمر بات الآن يعني على مائدة جامعة الدول العربية، كيف ترى المشهد لديك في العراق ما بين هذه المراوغة التركية وما بين الحل الدبلوماسي الذي تسعى إليه العراق من خلال نافذة الجامعة العربية؟ نعم أنت أسمعته تسمية مضبوطة، يعني هي المراوغة التركية لأن هذه القوات كما قال رئيسك الكريم هي ليست القوات الضاربة القوية التي تستطيع أن تواجه أي مقاومة عسكرية من جهة إيران أو حتى من روسيا أو حتى من الجانب الكردي، ولكن ما خفي من الأمر هو أنه علاقة الأتراك بالأكراد علاقة قوية جدا يعني بالحاكمين في إقليم كردستان، وبالتالي هذا أيضا يتبع مصالح اقتصادية كبيرة بين الطرفين، وأيضا سيطرتها على النفط الذي يتهرب من سوريا
يعني مواصلة رؤوس داعش إلى تركيا، وبالتالي هناك تداخل اقتصادي أمني في هذا الأمر. نعم. طيب ما يتعلق بوجود قوات تركية في الموصل تحديدا والخلفية التاريخية للموصل، طبعا بتوضح أن كان هناك خلاف قديم بين تركيا والعراق حول أحقية الموصل يعني، ولكن في النهاية عصبة الأمم استندت إلى أحقية العراق في هذه المدينة. هل بتعتقد أن تركيا بتسعى لوضع قدم لها في الموصل والاستحواذ على النفوذ العسكري والهيمنة على هذه المنطقة؟ أنا لا أعتقد الرجوع إلى الخرائط القديمة الجغرافية السياسية هو الحل الصحيح، لأن هذا معناه أن مصر وسوريا ولبنان وكل الخرائط تتبدل، هذا ليس بالأمر الصحيح. نعم. ولكن تركيا وجودها خاص في الموصل كانت لها تمثيل دبلوماسي، ولكن أيضا تعرضوا إلى الكثير من المضايقات. أنا أعتقد أن القضاء على داعش في سوريا وتحرير الأنبار والبدء بعمليات الموصل سوف ينهي هذه القضية تماما، لأن تركيا لا تريد أن تعطي خسائر بشرية، ولكنها سوف تضطر دوليا إلى مسك الحدود ما بين العراق وما بين تركيا. طيب من المقرر في الاجتماع جماعة الدول العربية اليوم على مستوى وزراء الخارجية أن قطر تقدم مشروع بيدعو الحكومة العراقية للإفراج عن القطريين المختطفين في العراق، يعني كيف تنظر إلى هذا المشروع وكيف سيثمر من جديد على الجانب العراقي؟ بالتأكيد يعني تسميته بهذه التسمية الحكومية قد لا يمكن توافق عليها الحكومة العراقية، يعني هناك اتهامات لميليشيات، هناك اتهامات لعصابات بقضية القطريين. ولكن الصمت الحالي قد يكون يعني مثل ما تقول أنت قد يكون له جانب حكومي كبير، لأن هناك صمت وهناك ترتيبات يعني في الخفاء حول هذا الأمر. أنا أعتقد يعني هذه العلاقات الدولية غير مرهونة بحادثة واحدة، يعني الكثير من الدول تحصل هناك تفجيرات، تحصل هناك اغتيالات، تحصل هناك الكثير من الأمور التي قد تشوب هذه العلاقات، ولكنها لا تغير من الخارطة السياسية بالعلاقات الدولية تماما بين الطرفين. أنا أعتقد هذه الأمور سوف تحل قريبا. تمام. طيب أخيرا أستاذ رعد، هل بتعتقد أن الخلاف بين أنقرة وبغداد حاليا فيما يتعلق بتوغل قوات تركية في الأراضي العراقية سوف ينتهي إلى مجلس الأمن كما لوحت بغداد مؤخرا وهددت بتقديم شكوى إلى مجلس الأمن، أم أنه سيتم حل الموضوع دبلوماسيا؟ وزي ما ضفنا في الاستوديو بيقول أنه أسوة بوجود قوات إيرانية أيضا في العراق وبغداد موافقة على تواجدها. بالتأكيد يعني طبيعة الحكم السياسي الديني في العراق للأغلبية السياسية الموجودة سمحت للوجود الإيراني بالتمثيل حتى من خلال الشخصيات القيادية التي تقود الحشد الشعبي وتمثيلها بشكل أكبر في المعارك التي حصلت في صلاح الدين وفي كركوك وفي مناطق أخرى. ولكن هذا الوجود هو مرهون بمن هي الدولة الأقوى مع السياسيين العراقيين المتنفذين في الحكومة العراقية. أنا أعتقد أن هناك تمثيل كبير مع الجانب الإيراني، ولكن مع تركيا هناك ضعف في هذا الجانب، وكما أسلفت هناك قوة مع الأكراد تماما، لأن هناك مصالح سياسية اقتصادية كبيرة بين الطرفين، وبالتالي هذه الوجود الإيراني لا يمكن أن يحل بسهولة لأنه بدأ منذ 2003 ولحد الآن. تمام. أشكرك الأستاذ رعد كريم المحلل السياسي، كنت معنا هاتفيا من العراق. يعني هل لك تعليق سيادة السفير على ما ذكر؟ أنا موافق طبعا على كل اللي قاله الأستاذ رعد، بس ليه تعليق سريع كده. أن موضوع الموصل والحقوق التاريخية والحاجات لا دي منتهية، لأن في كانت قرارات دولية بخصوصها، ودي هتفتح معايا إن أنا أطالب تركيا بالإسكندرونة اللي هي استولت عليها وما فيش أي قرارات دولية بخصوصها. تمام. دي أرض تم الاستيلاء عليها وضعها في إدراج النسيان، ويمكن لنا أن نطالب بها. الموضوع الثاني هو تحكمهم في مياه الفرات ودجلة
وبنائهم لسدود يعني جعلت التدفق بتاع المياه عامل مشاكل للمواطنين العراقيين في شمال العراق. حاجة تانية، إذا طالبت قطر بالإفراج عن قطريين، ده طبعا ده مش مجال المطالبة بهذا، لأن المؤتمرات العربية اللي بتعقد استثنائيا عادة تعقد على بند واحد مفيش غيره، وموضوع القطريين ليس مش موجود على جدول الأعمال. نعم. وبالتالي لا يحق لقطر أنها تضيف بنود وإحنا جوه الاجتماع. ده من ناحية الإجرائية. من ناحية بقى الموضوعية، بيعملوا إيه القطريين هناك يعني؟ يعني أنا عايز أفهم القطريين بيعملوا إيه جوه العراق. ده النقطتين اللي أنا حبيت أعلق بيهم. طيب فيما يتعلق بجزئية الموصل، يعني بالتأكيد هي مسألة محسومة تاريخيا للعراق، لكن تركيا بتحاول تدعيم علاقتها بالعشائر السنية في الموصل، خصوصا بعدما فقدت الكثير من سيطرتها ونفوذها في سوريا مؤخرا. يعني هل ده مبرر لتوغل قواتها هناك؟ لا مش مبرر، لأن هو أصل دي ده كلها في النهاية ما يملوش الأوضة بتاعت الاستوديو هنا. وبالتالي دول لا يؤثروا ان هم يضموا محافظة زي الموصل. الجانب التالي، انا اشتغلت في العراق، انا كنت سفير في العراق، واعرف العشائر، اعرف المصلويين والعشائر المصلوية هناك. ومدى تمسكهم بكلمة العراق. كلمة العراق دي ليها معنى كبير عندهم، زي هنا في مصر. يعني ما تقدرش تيجي الطالب مثلا واحد صعيدي تقول له روح ادخل دولة تانية، فين؟ ده هو اصل مصر. هم هناك في مصر كده. انا اعلم مدى وطنيتهم العراقية، اعلمها تماما يعني. نعم. طيب فيما يتعلق بمبررات التدخل التركي في العراق، يعني ظاهريا هي بتدعي محاربة الارهاب. بعض المحللين ذهبوا الى تبرير اخر، وهو ان اردوغان يريد ان يحدث أو يختلق صراع خارجي حتى يلتف الشعب التركي حوله، بالتالي هو بيحتاج إلى اصطفاف وطني، بيحتاج إلى تصدير مشكلة للخارج حتى يكسب شعبية في الداخل. هل حضرتك بتؤيد هذا الرأي؟ أنا أؤيد الرأي الثاني، أنه فعلا أردوغان في خلال فترة حكمه ده، يعني مش عايز أهاجم رئيس دولة، لكن معروف أنه يعني احنا مش بنهاجم، لكن احنا بنحلل السياسات. الفساد بتاعه بتاع ابنه، معروف ان ابنه وراء كل صفقات البترول اللي كان داعش بيديها لهم يعني باثمان قليله، ومسائل فساد كتيره بتحيطه، معروف بسياساته اللي هي يعني فيها صداميه شويه، وبالتالي شعبيته انخفضت كثيرا، وده بان في الانتخابات الأخرانية، وبان قد ايه ان الاحزاب الاخرى بدات تشد حيلها شويه في الداخل. ولهذا طبعا لا استبعد عن اردوغان ان هو يحاول يختلق مشكله، يتصور ان الاتراك يعني ايه تجي لهم النعره بقى الوطنيه التركيه ويلتفوا حوله. لكن هنا بقى المسألة دي شبهة من ناحية تانية، إن يلتفوا حوله حول أمر صائب، يعني مدخل 120 ولا 150 واحد جوه الأراضي العراقية جوه بلد تانية، ويجي يعني يطالب الشعب بتاعه أن يقف حواليه، برضو دي يمكن المسألة ما تمشيش قوي يعني. طيب كان أستاذ رعد كريم المحلل السياسي معنا من شوية، وصف سياسة تركيا بأنها مراوغة. يعني هل بتعتقد أن قيام تركيا بسحب جزء من جنودها أو إعلانها بذلك أنها ستسحبهم إلى قاعدة أخرى، هل ده مجرد مراوغة لكسب وقت؟ خصوصا أنها كانت مثلا على علم بأن العراق قد يلجأ إلى مجلس الأمن أو قد يلجأ إلى جامعة الدول العربية وغيرها. لا، هي مراوغة، يعني واضح ان تصرفاته تنم عن مراوغة، لان هو الحقيقة ما سحبش، هو عمل اللي هو اعادة انتشار للقوات، يعني قالها من حتة وداها حتة تانية، وقال انا سحبتها، بل بالعكس
يعني بعض الأنباء قالت أنه كان يعني كان بيزود أعدادها بيزود أعدادها في حدود العشرات، يعني المسألة كلها يعني في هذا الحجم يعني. فهو طبعا بيغاور يعني، لكن في كل الأحوال المسألة يمكن القصد منها أساسا هو إثارة المشكلة. نعم. يعني مجرد عمل يعني زوبعة في فنجان، ويمكن أنا أشرت في البداية أن دي لها علاقة بطريقة ما بالوجود الروسي والعمل الروسي في سوريا. طيب تصدير هذه المشكلة يعني هل سيزيد على تركيا أعباء خارجية؟ يعني هل هي إلى هذه الدرجة لا تعبأ بظهورها أمام المنطقة العربية بأنها قوة استعمارية؟ وبالتالي ده يؤثر على علاقتها بالدول العربية ومن الناحية ليس السياسية فقط ولكن الاقتصادية أيضا. نعم. يعني هو طبعا هي دلوقتي في عندها المشكلة اللي هي المواجهة اللي بينها وبين روسيا. نعم. بعد إسقاط الطائرة الروسية وروسيا فرض عقوبات اقتصادية والحاجة. ويعني أنا أتصور إن هو لو كان يعني عاقل كان ما فتحش يعني مشاكل مع آخرين، لأن ده بيزود جبهة المشاكل بتاعته وبيثير الداخل عنده. لكن من ناحية تانية واضح أن وجود المجموعة الصغيرة دي وفي هذا المكان يعني بيحقق أهداف مهمة عنده، بحيث أنه هو هيتمسك بيها إلى أن تصل الأمور إلى الحد اللي يجد أن أحسن له أنه يسعى. لو وصل الموضوع لمجلس الأمن أتصور أن ده هيبقى الكرت الأحمر اللي هيبدأ يخلي أردوغان أنه يفكر أنه يسحب القوات بتاعته. تصريحات دكتور نبيل العربي اليوم بأن ما فعلته تركيا انتهاك واضح لنصوص القانون الدولي ولسيادة العراق على أراضيها. يعني هل من واقع هذا التصريح ممكن أن احنا نستشف أي تحرك مستقبلي للجامعة العربية على المستوى الدولي؟ أو نستشف التوجهات في الداخل هتكون إيه يعني؟ لأن يعني مسألة السيادة ومسألة احتلال قوات أجنبية لأرض عربية ما تصورش أن حد من الدول العربية يعني حيتهاون أو حيتراجع أو يتساهل في أنه يشارك في قرار عربي يقول للأتراك انسحبوا. ويعني حتى بتيجي في صيغة من الصيغ اللي هي طرحت أنه بقعدوا مع العراقيين ونسقوا معاهم بخصوص إذا كان لكم رغبة أن كنتوا تحاربوا داعش والحاجات، يعني ممكن يطلع حاجة بالصيغة دي. لكن زي ما انت تفضلت ان الجامعة العربية ليس لديها سوى يعني هذه الصيغ اللي بتقدمها، واللي انا بقول انها برضو مفيدة في نهاية الامر لانها بتدعم موقف العراق سياسيا. طيب تصريح وزير الخارجية العراقي ابراهيم الجعفري بان بلاده بتحترم سيادة دول الجوار او بعلاقتها مع دول الجوار لكنها يمكنها الدفاع عن سيادتها. يعني ماذا كان يعني من هذا التصريح؟ يعني هو إلماحا إن يعني استخدام القوى العسكرية لطرد الناس دي منفردة، يعني هل بيلمح ذلك؟ هنا ده بقى يعني برضو لكل حادث حديث، لأن لو وصلنا إلى المرحلة أن المطلوب فيها أن هؤلاء الناس يطردوا بالقوة ممكن جدا يلجأ برضو للجامعة العربية. يعني هل العراق قادر على ذلك فعلا عسكريا على الأرض؟ والله انا بقول يعني ب ب ب وانا طبعا عارف الدقائق ان ده هيكون صعب. طيب الحقيقه احنا لابد ان ننتقل الان الى مقر جامعه الدول العربيه لمتابعه وقائع المؤتمر الصحفي الخاص بالاجتماع الطارئ لوزراء الخارجيه العرب.